أخوتي اخوتي يا سلام، ربي يسوع بقلوبكم. اليوم رح احكيكم عن الرحمه الالهيه. الرحمه الالهيه اللي رسمتها الاخت فوستين، رات الاخت فوستين ربنا يسوع المسيح لاول مره ببولندا ب 22 شباط سنه 1931. بتخبرنا عن هالشيء انه كانت بالمساء بغرفتها وفجاه ظهر عليها ربنا يسوع المسيح عم يبارك بايده اليمين لابس ابيض، وبايده الشمال حاطت ايده الشمال على قلبه مشوق شوي التوب تبعه، وعم يطلع شعاعان، شعاع لونه ابيض وشعاع لونه احمر. هي باستغراب هيك ما عارفه شو عم بيصير، حدثها هو وقال لها يا بنتي ما تخافي، هيدي رح تكون صوره الرحمه الالهيه حتى الناس تعرف قديش انا رحوم. ورسميها مثل ما شايفتيها للصوره، رسمي مثل ما شايفتيها، رسمي على الشعاعان واكتبي تحت يا يسوع أنا أثق بك، يا يسوع أنا أثق بك. وهيدي برغب هالصورة هاي تتكرم بكنيستك أولا، بعدين بكنايس العالم كلها حتى يعرفوا العالم قديش أنا رحوم، قالها ربنا يسوع المسيح. بدي من كل الكهنة تكرم هاي الصورة حتى يعرفوا كل الناس رحمتي قديش هي بتشملهم جميعا. وبدي كمان الخطأ يجوا لعندي يقبلوا علي، أنا برحمهم لأنه عندي الرحمة الإلهية، ربنا يسوع المسيح الرحوم. وهيك صار، رسمت الصورة وراحت لعند المرشد تبعها وبلشت رسالة هاي الصورة عام 1933 وانتشرت بالعالم كله. إنما المرشد اللي عندها قال لها شو بيعنوا هول الشعاعين، فصلت وركعت وجاء إلهام من ربنا يسوع المسيح، قال لها عندما الجندي طعني خرج ماء ودم، والأبيض يعني الطهارة بطهر فيه النفوس، والأحمر بعطي حياة للنفوس. إذا الأبيض بطهر النفوس والأحمر يعطي حياة للنفوس. هاي هي الرحمة الإلهية. بدي أذكركم أنه عيد الرحمة الإلهية هو بالأحد الذي يلي أحد الفصح، من عيد له لعيد الرحمة الإلهية. سلام رب يسوع بقلوبكم، وإن شاء الله عطول مع الشعاعين طالعين من صدر يسوع نتطهر بصير عنا حياة أبدية.